عليكم. كما كتشوفوا بالداوية بالشو المنطقة مدينة بركان والشوارع مدينة بركان بالمواد الكيماوية لتقليل بالهدئ الفيروس هذا. وكنشكر السلطات ونشكر جميع الناس المعاونين والفلاحين اللي ساهموا في هاد التراكتورات وهاد الرشاشات هادو ديال الدواء. وشكرا لجميع اخوتي، ما تنساوش تبارطاجيو هاد الفيديو هذا باش ان شاء الله تعم الفائدة. والسلام عليكم، نخليكم مع هاد المقتطفات. إذن الخوت